مستمعينا الحلوين، رجعنا وياكم اكيد ببرنامج على مودك وساعتنا الثانيه من البرنامج. استقبل اتصالاتكم اهداءاتكم وطلباتكم على 011-268-9122 وحضروا نفسكم. ضيفي الان هو اليوتيوبر ومصمم الاعلانات لام بي سي 2 وشاهد معتصم صفيح. مساء الخير عليك معتصم. يا هلا بيكم. هلا هلا، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. معتصم اليوم حضرنا مفاجآت. طبعا في دائما في عنا اخبار، كل خميس في عنا اخبار فنيه دراميه سينمائيه، يعني كلها اخبار مولعة اكيد معانا. تمام. مسلسل، خلينا نبدي بمسلسل اولاد رزق، من المسلسلات المنتظره ولكن كثرت عليها الاخبار والاشاعات. شنو اخر الاخبار هذا العمل؟ بالضبط. هلا اللي صار انه طلعت اخبار قبل فتره انه اولاد رزق حيكون في جزء ثالث للفيلم، لكن السيناريست صلاح سوري الفيلم انا قلت مسلسل يمكن. نعم هو فيلم، مزبوط حكيك مسلسل. كان مفروض يطلع جزء ثالث، فجاه طلع صلاح الجهيني اللي هو السيناريست حكى انا عم بحضر لمسلسل، وهذا المسلسل حيطلع السنه الجاي وحيكون مع احد منصات العالميه، ما اعلن ايش هي المنصه، وانه اللي اشتغلوا معاه واللي حيشتغلوا معاه في هذا المسلسل هم نفسهم اللي اشتغلوا على مسلسل ويست وورلد العالمي. تمام. حيعملوا معاه الجزء الثالث وحيطلع ب 2021، يعني السنه الجاي متوقع. ما حكى رمضان ولا اوف سيزن، ما بنعرف، بس حكى منصه عالميه وحكى انه بالحرف الواحد حيطلع المسلسل شيء يعني جامد جدا، هيك بالحرف الواحد قال يعني حاجه جامده قوي. هو ايش فانا بنقول كلامه بكل امانه يعني جامد قوي. طيب جامد قوي.